هاي بالإضافة لدور المال العام تلعب المصارف بلبنان دور اجتماعي اقتصادي وتنموي مهم، فبتساهم مثلا بخلق فرص العمل وبيشتغل فيها اليوم 26 ألف شخص بشكله 2% من العاملين على أرض الوطن. المساواة بين الجنسين تتحقق بالمصارف اللبنانية، فالنساء بشكله نسبة 48% من موظفينا وبيبلغ عددهم حوالي 12457 موظفة، وبشكل الشباب النسبة الأكبر من العاملين بالمصارف اللبنانية وهي 60% من مجمل العاملين، يعني 15513 صبية وشاب. معظم العاملين بالمصارف اللبنانية حايزين على شهادة جامعية وبيبلغ عددهم 20702 موظف وبشكله 80% من موظفينه. هذا بالإضافة للخدمات الكتيرة يلي بتأمنها المصارف من قروض سكن وتعليم وغيرها. مين قال القطاع المصرفي اللبناني بيستحق الثقة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.